الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال. ألم شديد إذا عاش الإنسان في مجتمع بين أناس دون مستواه كثيرا، إذا كانت الفجوة بين الشخص وبين من حوله في العلم وفي المعرفة فجوة كبيرة، هذا الشخص يعذب، يعيش حياة ملؤها المصائب. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المروي عنه يعبر عنه بأنه ضاع، وعالما ضاع بين جهال. وهذا الألم لا يجده إلا من يصاب به. إذا كان هذا يشكل ألما شديدا ومصيبة كبيرة، فكيف بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين عاشوا بين البشرية وعظماء البشرية؟ بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا شيء. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عاشوا حياة غربة، العالم الذي هناك فجوة كبيرة بينه وبين الناس قد يعيش حياة مصيبة، فكيف بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والفجوة بينهم وبين كل الناس فجوة أكبر من ذلك بكثير؟ أية مصيبة عانوا منها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ومن هنا ندرك جهة أخرى من جهات مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما كان أحدهم يفقد من بينهم، لأنهم كانوا لا يأنسون إلا بأنفسهم. تصور لو أنه كان على وجه الكرة الأرضية 5 أشخاص يعيشون فقط، فعندما يموت أحدهم ماذا يحدث بالباقين؟ من حالة الغربة
أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان أنسهم بمن؟ رسول الله أنسه بمن؟ أمير المؤمنين أنسه بمن؟ أنس أمير المؤمنين برسول الله بالصديق الكبرى. عندما استشهد النبي صلى الله عليه وآله أية غربة أحس بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ عندما اختلست الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أمير المؤمنين ماذا أصابه؟ الإمام الحسن والإمام الحسين ماذا أصابهم؟ ناهيك عن العواطف، ناهيك عن معرفة مقام النبي والصديقة الكبرى بالنسبة إلى أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آلهم. لا، هي هذه الحالة، حالة الغربة. على وجه الكرة الأرضية لا يوجد من يأنسون بهم إلا أنفسهم. ومن هنا بين قوسين أقول نعرف إحدى مصائب الإمام بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء. الإمام يعيش حالة غربة، غريب بما لكلمة الغريب من معنى. وليس ليوم ويومين، الآن ما يقارب من 1200 عام الإمام يعيش في غربة. بعد استشهاد أبيه كان أنسه بأبيه في سنة 260، إلى اليوم ما يقارب من 1200 عام الإمام غريب غريب. مصائب الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، عندما تذكر مصائب الصديقة الكبرى صلوات الله عليها نحن نتصور الذي جرى عليها كأنه جرى على امرأة مؤمنة صالحة فحسب. هو حتى هذا صعب، نحن نسمع ما رأينا، نسمع ولا نتحمل. هذا إن كانت المصيبة قد جرت على امرأة مؤمنة صالحة، ولكن القضية ليست هكذا. لا نتصور أن المصيبة جرت على امرأة صالحة فقط. هذه المصيبة، هذه المصائب جرت على سيدة لم يخلق الله عز وجل أفضل منها إلا أباها وبعلها فقط. هذه المصائب جرت على سيدة خلق الله عز وجل نورها من نوره. اللهم صل على محمد. خلق الله عز وجل جسمها الدنيوي من تفاحة في أعلى مواقع الجنة. هكذا سيدة لو كانت ترتفع من هذه الأرض بالموت الطبيعي كانت مصيبتها أشد من جميع مصائب كل البشر لو اجتمعت تلك المصائب. هذا إذا كانت تفقد، ترتفع من هذه الأرض بموت طبيعي.
فكيف أنها قتلت بتلك الطريقة المفجعة؟ أقرأ لكم وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بابنته الصديقة الكبرى. الوصية مفصلة، أنا أقرأ لكم مقطعا من هذه الوصية بسرعة بدون تعليق، الكلمات واضحة. الحديث مروي عن الإمام أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت لأبي في مقطع من الحديث الشريف، قلت لأبي: فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله في الساعات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله الدنيوية؟ فقال، يعني الإمام الصادق يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليهما، فقال: لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي صلى الله عليه وآله وحف عليه الموت، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وقال لمن في بيته: اخرجوا عني، وقال لأم سلمة: كوني على الباب فلا يقربه أحد. ففعلت أم سلمة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أدن مني. فدنا منه فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلا، وأخذ بيد علي بيده الأخرى. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام غلبته عبرته، فلم يقدر على الكلام، فبكت فاطمة بكاء شديدا، وعلي والحسن والحسين لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالت فاطمة: يا رسول الله، قد قطعت قلبي وأحرقت كبدي لبكائك يا سيد النبيين من الأولين والآخرين، ويا أمين ربه ورسوله ويا حبيبه ونبيه، من لولدي بعدك؟ هذه الكلمة جدا صعبة. ولذل ينزل بي بعدك، من لعلي أخيك وناصر الدين، من لوحي الله وأمره؟ ثم بكت وأكبت على وجهه فقبلته، وأكب عليه علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه إليهم، ويدها في يده، فوضعها في يد علي، وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك صلى الله عليه وآله، فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعله. أنت تحفظ هذه الوديعة ولكن غيرك يضيعها. فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعله. يا علي، هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى، أما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله لها ولكم فأعطاني ما سألته. يا علي، أنفذ لما أمرتك به فاطمة
فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرائيل. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي وملائكته. يا علي ويل لمن ظلمها، وويل لمن ابتزها حقها، وويل لمن هتك حرمتها، وويل لمن أحرق بابها، وويل لمن آذى خليلها، وويل لمن شاقها وبارزها. اللهم إني منهم بريء وهم مني براء. ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وضم فاطمة إليه وعليا والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وقال: اللهم إني لهم ولمن شايعهم سلم وزعيم بأنهم يدخلون الجنة، لمن شايعهم يعني، وعدو وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم بأنهم يدخلون النار. ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا والله لا أرضى حتى ترضي، ثم لا والله لا أرضى حتى ترضي. مقطع من وصية النبي صلى الله عليه وآله. المصائب التي جرت على سيدة النساء صلوات الله عليها، ننظر إليها نظرة سريعة، عادة لا نتمعن فيها، نسمع كلمة نعتبر هذه القضية جرت بالصورة العادية. لا، القضية كانت كبيرة جدا جدا. في حديث شريف، القضية مشهورة سمعتموها، أن عمار أرسل من قبل أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أمير المؤمنين يطلب منها أن يخرج إليهم، لأنه بعد استشهاد الصديق الكبرى بقي في الدار لا يخرج إلى الناس. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال لعمار أشياء مؤلمة، مؤلمة جدا. إخواني، الهجوم صار على بيت أمير المؤمنين والصديقة الكبرى صلوات الله عليها بعد أقل من يومين من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله دفن بعد أقل من يومين من استشهاده، قبل أن يدفن صارت الهجمة، هذه الهجمة الأولى، ثم جاءت هجمة ثانية وهجمة ثالثة. الهجمة التي صنعوا ما صنعوا من إحراق الدار، مما صنعوا من الظلم على الصديق الكبرى صلوات الله عليها، هذه الهجمة كانت في الأسبوع الأول أقل من 7 أيام بعد استشهاد النبي على الأصح، على أكثر التقادير كانت هذه الهجمة بعد 9 أيام من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. من هذه الهجمة إلى استشهاد الصديق الكبرى أكثر من 2 شهر. لاحظوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول لعمار بعد استشهاد الصديق الكبرى، يقول: لما وضعت فاطمة على المغتسل نظرت إلى أن يقول: ومتنها قد اسود من الضرب.
إخواني ضربة تسود المتن، بعد أسبوع هذا السواد يضعف، بعد أسبوعين يضعف. هذه الضربة التي بعد أكثر من شهرين لا زال المكان أسود. هذه ما كانت ضربة عادية تسود الجسم، سليم بن قيس الهلالي في كتابه وكتابه من أصح كتب التاريخ ومن الكتب المعتبرة في الروايات الشريفة ينقل يقول: دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله في أيام المجرم الثاني، فانتهيت إلى حلقة لم يكن فيه إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر وفئة قليلة يذكرهم. بعد سنوات من القضية يقول: قال العباس ابن عبد المطلب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: لماذا فلان ذاك الثاني غرم عماله ولم يغرم قنفذا؟ كل العمال غرمهم، قنفذ ما غرمه. يقول سليم: فنظر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع وقال: شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت وعلى عضدها أثر كأنه الدملج، فماتت يعني عند موتها بعد أكثر من شهرين من المصيبة لا زال على عضدها كمثل الدملج. هذه ما كانت ضربة عادية، ضربة السوط تسود المكان أصلا لا تترك أثرا. كيف ضربها بالصوت حتى بقي أثرها إلى بعد أكثر من شهرين؟ مصائب. هذه بعضها، والأعظم منها ما لا نتحمله. لعن الله ظالميك يا فاطمة، لعن الله قاتليك يا فاطمة. سيطلب حفيدها بثارها، ولكن علينا نحن أن ندعو أن نكون من الطالبين بثارها مع وليه، مع وليها صلوات الله عليه، ولكن نحاول بمقدارنا أن نطلب بعض شيء. الطالب بثارها هو ولدها، أرواح العالمين له الفداء، ولكن علينا. القضية لا تحتاج أن أذكرها أنا، الدفاع عن المظلوم شيء إنساني، عن المظلوم العادي
في الظلم العادي الدفاع عن هكذا مظلومة في هكذا الظلم واجب نشر إيصال الصوت الذي باحت به سيدة النساء صوت مظلومية أمير المؤمنين صوت مظلومية رسول الله الذي قالته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها يلزم أن نوصله مظلوميتها يلزم أن نوصلها إلى الناس كلهم اللهم به مظلومية فاطمة اللهم بعظمة فاطمة اللهم بمصيبة فاطمة عجل اللهم ولي وفرج المنتقم لفاطمة من قتلتها عجل فرج وليها المنتقم لها ممن رضي بظلمها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد